خويا اش نقول لك، انا اختي الضحيه وكنطلبوا منكم الله تعالى ومن جلاله الملك ومنكم اللي كان شي جمعيه ان شاء الى ما توقف مع اختي، الحق ديالها ما يضيعش. ودوك الوليدات، وليد وبنيه، البنيه عندها 4 سنين والولد 5 سنين، كنطلبوا منكم الله سبحانه يجدنا الحق، كنطلبوا الحق ديالها. ايوا هادشي اللي كاين. نتوما كاسره كيفاش تلقيتوا هذا الخبر هذا؟ انا اش نقول لك، انا ما كنتش مشي، كنت في واحد العزو تجاني تليفون. تجاتني من الجاره ديالها، قالت لي الاخت ديالك هاشنو وقع هاشنو وقع. صافي اش نقول لكم، صدمه ما فهمتش ديك الصدمه. ممكن تعاودي لنا مختصر غير دقيقه ولا جوج، كيفاش وقع؟ كيفاش وقع؟ طلعها للدوش قلتوا اها، هو قال لها دخلي للدوش جيبي لي شي شويه ديال الماء نغسل. الوليد راه معاه معاه جالس في وسط الدار. هي دخلت للدوش وجاب شي حاجه دارها في الكاس، حركها دغيا قرطها شربها. شربها هو ما جاش فاش تعمر هي الماء وتخرج، تدخل للدوش تطرق عليه، فهمتي ولا؟ فاش طرق عليه تسمع الوليد، تسمع الوليد كتغوت، قال كتقول ليها العار ها العار ها العار احمد ها العار ها العار ها العار، بقات كتغوت في واحد اللحظه صافي قطعت الهضره، قطعت الحس، خرج الرجلين ديالو مخيوسين فيهم الدم. بقى كيشوف الولد، بقى كيشوف في باه، قال بقى كيدير صبع في فمه باش ما يهضرش. خرج شد الولد والبنيه، خرج شد الولد والبنت، خرج بيهم داهو لعند عمتهم. قالت له اش هاد الشيء فلان، اش هاد الشيء؟ قال لها شديهم. قالت له اختو فينا هي فلانه؟ قال لها راه كدوش. ايوا هادشي اللي كاين اخويا. هاد السيد هذا كيفاش كان في الحياه ديالو؟ واش كيعاني بشي امراض؟ كيفاش كانت العلاقه ديالو بين وهو قال لك عنده الاعصاب، اخت ديالك شنو كانت كتعاود لك عليه؟ واش كانت زعما مزيانه ولا معذبها في العائله؟ لا ما نكذبوش، الله ما كانش زعما عادي نورمال، فين ماشي حاجه. ولكن مؤخرا ما لا لا ابدا ابدا. حنا باش ننتقلنا لعين المكان راه تيشرب الدواء راه حمق. لا ابدا ابدا ابدا. واش الحمق؟ واش 10 سنين هذه ديال الزواج؟ كي داير هذا الحمق بيني وبينكم؟ واش اللي كيخرج يخدم على راسو ويجيب الواد ما ياكل؟ هذا حمق. الحمق راه كيكون الحمق ويقتلوه ويهرب، والحمق راه كتلقاوه في الشوارع غادي بالحفا. الحمق علاش جايين تردوا له؟ يا فهمتي ولا؟ وكتقول لك، كتقول لها اختو غير اجي، غير اجي اجي راه لك حوايجك، اجي راه داك الشيء اللي كاع داك الشيء اللي باع لك راه رجعوه. يلا ما بين ما نقول لك ما بين ساعتين ساعة ونص صافي بين هذا الشيء اللي كاين. انا الاخ ديالها الكبير، انا اخوها الكبير، هما كانوا بغاو يديروا واحد المحاولة الصلح. الوقت اللي كانت جات هي مسكينة غضبانة وما قدرتش باش تبين، الوقت اللي كانت غضبانة وما قدرتش باش تبين. جاب مع اخته، جاب مع واحد جارته، نهار كيرغب وجانا بواحد الصفة ديال الانسان المسلم، هو وجارته اخته كيرغبونا. نهار اختي مسكينة كبرت، قلت لها انا ما تمشيش الا عندك انت، راه عارفة اش بينك وبينك وبينو كانت شي مضرة كبيرة ما تمشيش. قالت لك اخويا ملي الربا قال لي انا مزوج فيك ما نضيعوش في هاد الوليدات، غادي نمشي واخا غير نجلس شويه ونولي على شي حويجات عندي. غلبت فينا، ماشي مشكل، مشات. ملي مشات بواحد الواحد الوقت شي شويه كيجينا واحد الاوديو، واحد اوديو قريته بان هذاك السيد راه كان كيدير محاولات قتل، وكان كيدير شي مسائل باش يفقسها باش يقتلوها ويهز لها الرحيل. الوقت اللي بغينا ندركوها باش تردوها لقيناها مشات زهقت. صافي يعني فاز بها، مشى كيمثل بها داك الشيء، يعني في نهايه المطاف انتهت القصه بالقتل ديالها وبالتمثيل ديالها. داك الاوديو عطيته لرجال الامن؟ ما نعرفش دو. لا غير قلنا لهم، قلنا لهم وهذا الشيء اللي كان. ونينو من هذا المنبر كنطلبوا من سيدنا، وكنطلبوا من جهه الملك، وكنطلبوا من الناس المعنيين ومن السلطه ومن المحكمه المغربيه ومن رجال الاعلام باش يوقفوا معنا ويأجروا لنا في هذا الموقف العصيب، هذا الموقف المادي. الله يجازيهم بخير
ويقفوا معنا واحد الوقفه اللي مشرفه اللي وقفه اللي هي وقفه حق وقانون، يوقفوا معنا وياخذوا لنا الحق ديالنا وشكرا.